لو فاتني صلاة الظهر والعصر أذن عليا، أو المغرب فاتني والعشاء أذنت عليا، أعمل إيه في الحوار ده؟ عشان أنا بجد مخي بدأ يقف. عاوزك يا عم تسمعني وتركز في الفيديو وإن شاء الله هتوصل معايا للحل، بس عاوزك قبل ما نبدأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال ده بالذات مهم جدا، بس قبل ما نبدأ الفيديو عاوزين نتفق على حاجة مهمة، وهي إن أي واحد مسلم عاقل مكلف ما ينفعش إن هو يأخر الصلاة ويخرجها عن وقتها إلا بعذر، أو إن هو مثلا كان مسافر، فالمسافر مع رخصة، واللي مع عذر مثلا واحد راحت عليه نومة والفرض راح عليه، فدي برضو ما فيهاش مشكلة. المشكلة الكبيرة قوي هنا ان واحد يأخر الصلاة ويخرجها عن وقتها وهو متعمد وعارف هو بيعمل ايه. هتقول لي بقى كسلان مش فاضي منفض، هقول لك كل ده لا يجوز وحرام، وربنا توعد النوع ده وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمفسرين فسروا الآية الكريمة دي وقالوا ان اللي بيأخر الصلاة ويخرجها عن وقتها بيكون مصيره الويل ده، والويل ده هو وادي في جهنم. فاوعى تكون من الصنف ده اللي ربنا يغضب عليك وتبقى كارثه بالنسبه لك. لكن لو واحد ما قدرش يقعد لصلاه الظهر وكان تعبان جدا، فنام قبل الظهر مثلا بنص ساعه او ساعه ومصحيش الا بعد اذان العصر، هنا الشخص ده لما يصحى هل هيصلي الظهر الاول وبعد كده العصر ولا هيعمل ايه؟ في واحد يقول لك، وهو طبعا على غير علم، هو سمع بس مش اكتر، لو الظهر فاتك ودخل العصر صلي الظهر بتاع النهارده مع الظهر بتاع بكره وعدي الليله معاك النهارده. وفي اللي يقول لك صلي العصر مع المصلين بنيه الظهر وبعد كده صلي العصر لوحدك. فين يا عم الحاج الصح؟ عشان انا كده بدات اتوه منك. تمام يا سيدي، خليك معايا وانا هقول لك الحل باذن الله، بس قبل ما نقول الحل عاوزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو الراجل ده صحى بعد اذان العصر فعلا وفاته صلاه الظهر، هنقول له اتوضى وانزل صلي الظهر في المسجد لو لحقت تصليه قبل ما يكون صلاة العصر، وده مراعاة للترتيب، لأن الترتيب في الصلاة مهم جدا. لكن لو أقاموا صلاة العصر فحضرتك هتصلي معاهم صلاة العصر وبعد كده تقضي الظهر اللي فاتك من شوية. وبعض أهل العلم أسقطوا الترتيب في الحالة دي، لكن في علماء تانيين اشترطوا الترتيب وقالوا بعد ما يصلي العصر بجماعة هيصلي الظهر اللي عليه ويصلي العصر تاني، وده عشان الترتيب. فلو حضرتك عاوز تاخد بالرأي ده يجوز، ولو عاوز تاخد بالرأي التاني برضه يجوز. أما بقى الكلام ده لو حصل مع واحدة ست، فالطبيعي إن الست بتصلي في بيتها، فهنا هي هتراعي الترتيب، هتصلي الظهر الأول وبعد كده هتصلي العصر. ممكن حد يجي يقول لي انا سمعت انه ممكن اصلي العصر بنية الظهر مع الامام، الامام بيصلي عادي وانا ادخل اصلي معاه بنية الظهر، وده طبعا عشان الترتيب، وبعد ما اخلص هصلي العصر. هقول لك يا حبيب قلب اخوك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، وفي روايه ثانيه بتقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقيم لها. يعني لما يقيموا الصلاه ما ينفعش تصلي صلاه ثانيه غير اللي اقاموا لها دلوقتي. هم بيصلوا العصر يبقى ادخل معاهم بنيه العصر، نيتي توافق نيه الامام. ونفس الكلام ده برضو هيكون في كل الصلوات ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، فلو استفدت من الفيديو يا ريت تشيره عشان غيرك يستفاد باذن الله، وما تنساش ان الدال على الخير كفاعله. ربنا يتقبل منا صالح الاعمال ويرزقنا الثبات على الطاعه ولينا القلب، اللهم امين. سلام.